بسم الله الرحمن الرحيم. حصة العلوم لطلبة الصف الثامن، اليوم إن شاء الله يا ثامن راح نحل أسئلة صفحة 32 التقويم والتأمل، ونبدأ في درسنا الثاني هو سجل النسب الوراثي. طبعا نبدأ في فسر انتشار صفة لون العيون الأزرق في الدول الأوروبية أكثر من صفة لون العيون البني على الرغم من أنها متلاحية. طبعا احنا لما درسنا يا ثامن الصفات السائده والمتلاحيه عند الانسان، حكينا انه صفه لون العيون الزرقاء هي صفه متلاحيه. معنى متلاحيه اي انها تظهر بنسب قليله، لكن دول اوروبا اغلب الاشخاص الموجودين فيها هم ذوي العيون زرقاء. السبب في ذلك لانه افراد هذه الدول يا ثامن بيحملوا هاي الصفه، فبيتم بيناتهم التزاوج، فلما يتزوج شخصين كلاهما لون عيونه أزرق فهذا سيؤدي إلى إنتاج أفراد، هذه الأفراد تحمل صفة لون العيون الزرقاء. عشان هيك صارت هذه الدول أغلب الأشخاص الموجودين فيها بيحملوا صفة لون العيون الزرقاء. ولكن إذا تزوج أحد الأشخاص الموجودين في هذه الدول من فرد، يعني إذا كان ذكر تزوج من فتاة لون عيونها بني، فسيظهر لون العيون البني في أفراد هذه العائلة. الآن بالنسبة للتقويم والتأمل، السؤال الأول تصميم نشاط أنا ما بدي إياه. رح ننتقل للسؤال الثاني، بحكي لك من خلال معرفتك للصفات الوراثية السائدة والمتنحية عند الإنسان اكتب الطرز الجينية لكل من الأفراد الآتي ذكرهم مستخدما رمز مناسب. دائما يا ثامن ننوه على شغلة كثير مهمة، إنه لما يطلب منك طرز جينية يجب في البداية أحدد إذا كانت هذه الصفة سائدة أو متلحية، لأنه أنا زي ما ذكرت لكم الصفة السائدة دائما بعبر عنها بحرف كبير، أما الصفة المتلحية فدائما نعبر عنها بحرف صغير. فلما يحكي لي رجل له القدرة على ثني اللسان غير نقي، صفة ثني اللسان هي صفة سائدة، بما انها صفة سائدة يجب ان نعبر عنها بحرف كبير، فبدي اختار اي حرف كبير مثلا ار كابيتال، لانه هون بحكي لي غير نقي. ما معنى غير نقي؟ يعني بدي استخدم حرف كبير ومعاه حرف صغير، فبنحكي ار كابيتال ار سمول. الصفة الثانية فتاة شحمة اذنها متصلة. طبعا شحمة الاذن المتصلة هي صفة متنحية، ودائما يا ثامن الصفة المتنحية بعبر عنها بحرف صغير، فبنختار اي حرف، اي حرفين صغار بيسمون بيسمون، ودائما الصفة المتنحية صفة نقية، دائما بتكون نقية، يعني حرفين متشابهين الاثنين سمول لتر. السؤال الثالث، اذا علمت ان لون العيون البني سائد على لون العيون الازرق فاستخدم الحرف بي كابيتال ليدل على جين اللون البني، والحرف بي سمول ليدل على جين اللون الازرق، واكتب الطرز الجينيه. صفه العيون البنيه هي البني، شو الحرف اللي راح نستخدمه؟ بي كابيتال. اذا كانت نقيه راح نستخدم الحرفين بي كابيتال، اذا كانت غير نقيه نستخدم حرف كبير مع حرف صغير. فبكون الجواب العيون البنية النقية بي كابيتال بي كابيتال، العيون البنية الغير نقية بي كابيتال بي سمول. العيون الزرقاء، طبعا العيون الزرقاء هي صفة متلاحية، ونعبر عن الصفة المتلاحية بحرف صغير كما هو مذكور في السؤال، فبنكتب بي سمول بي سمول. هيك بنكون تعرفنا إلى الصفات السائدة والمتلاحية عند الإنسان. ننتقل إلى صفحة 33 لنتوصل إلى مفهوم جديد في علم الوراثة اسمه سجل النسب الوراثي. طبعاً كمقدمة لدرسي لمفهوم السجل النسب الوراثي، بحكي لك إنه كان في فتاة اسمها سلمى عم تسمع بدرس للوراثة، فعملت استقصاء. ما معنى استقصاء؟ يعني صارت تروح على أفراد عائلتها وتشوف مين عنده مقدمة الشعر منحني ومين عنده مقدمة الشعر مستقيم. طبعا فعملت هذا المخطط الموضح في الشكل صفحة 33. نلاحظ في هذا الشكل عبارة عن الشكل هذا في دوائر وفي مربعات. الدائرة عبرت عن الإناث لأنها أم، لاحظ عندي أم ابنة ابنة، فإجينا استخدمنا الشكل الهندسي الدائرة للتعبير عن الإناث. أما الذكور في هذه العائلة فعبرت
في مربعين. يعني يا ثامن انا عشان اعمل سجل نسب وراثي اول خطوه بدي اعملها بدي اختار شكل هندسي للذكور وشكل هندسي للاناث وبحدده تمام وبخليه ثابت هذا للذكور وهذا للاناث. الان لاحظ عندي الاشكال بعضها لون له لون بنفسجي وفي عندنا واحد ظاهر باللون الابيض. اللون البنفسجي تم اختياره للتعبير عن الشعر المنحني، يعني اي شخص سواء كان ذكر او انثى اذا كان شعره منحني كنا نلون شكله باللون البنفسجي. اما اذا كان الشخص لا يملك صفه الشعر المنحني يعني شعره مستقيم فانا عبرت عنه بشكل هندسي لونه ابيض مش ملون، تمام؟ سواء كان ذكر او انثى. الان بدنا ندرس هذا الشكل، نلاحظ من هذا الشكل قبل الاجابه عن الاسئله. في عندي دائره للام ومربع للاب. اذا الاناث رح نستخدمهم بشكل دائره والذكور رح نستخدمهم بشكل مربع. الان بما انه الام والاب ملونين باللون البنفسجي، اذا كلاهما يمتلكان خط شعر منحني. الان نتيجه هذا التزاوج انجبوا بنتين وولدين. كيف عرفتين انهم بنتين؟ لانه عندي دائرتين. كيف عرفنا انهم ولدين؟ لانه عندي مربعين. الان نلاحظ ان الابنه الاولى كان خط الشعر فيها منحني لديها. الابن الاول الابن الذكر الاول والابن الذكر الثاني كان خط الشعر لديهم منحني، ولكن الابنة الثانية كانت خط الشعر لديها مستقيم. بناء على هذا الشكل راح نجاوب على الأسئلة صفحة 34. السؤال الأول، وضح دلالة رسم المربع والدائرة في المخطط. حكينا يا ثامن إنه المربع كان يدل على الذكور والدائرة تدل على الإناث. طبعا انا شرحت لكم الشكل كامل، هلا راح نجاوب بشكل سريع على الاسئله. اذا المربع كان يدل على الذكر والدائره تدل على الانثى. ما صفه خط مقدمه الشعر للاب والام في هذه العائله؟ الاب والام كانوا عباره عن شكلين هندسيين ملونين باللون البنفسجي، وحسب المفتاح اللي عاملين لي اياه، طبعا هذا يسمى مفتاح لان حكيت لكم اياه بس المستطيلات اللي تحت، هذا يوضح انه اللون البنفسجي بدل على خط شعر منحني. ما الصفه التي غلبت على ابنائهم؟ لاحظنا انه ثلاثه من الابناء كانوا خط الشعر فيهم منحني، وابن واحد او ابنه واحده كان خط الشعر عندها مستقيم، فالصفه السائده هو خط شعر منحني. ما صفه خط مقدمه الشعر للابنه الثانيه؟ كان خط الشعر مستقيم. كيف عرفنا انه مستقيم؟ لانه الابن الثاني عبرنا عنها بدائره بيضاء. هل هذه الصفه سائده او متنحيه؟ اكيد متنحيه. ليش متنحيه؟ لانها ظهرت بنسبه قليله، ظهرت بنسبه قليله. اذا تزوجت هذه الابنه، يعني الابنه التي تمتلك خط شعر مستقيم، من رجل عنده خط شعر مستقيم، فالابنه تحمل صفه متنحيه والرجل ايضا يحمل صفه متنحيه. فما الصفة التي ستظهر عند أبنائهم؟ أكيد الصفة رح تكون خط الشعر مستقيم، كل أبنائهم رح يكونوا خط الشعر عندهم مستقيم. الآن بحكي لك بدي أعمل مخطط، رح أعمل هون مخطط سريع. طبعا الدائرة رح أسميه الدائرة هذه البيضاء رح أعبر فيها عن الإبنة، وبما إنها بيضاء هاي الأم طبعا لأنها خط الشعر عندها مستقيم، تزوجت من رجل، هذا الرجل لاحظوا هذا الأب ما راح لونه لأنه أيضا الصفة عنده صفة خط شعر مستقيم وهي صفة متنحية. الآن لما بدهم ينجبوا أفراد، لو فرضنا أنهم أنجبوا بنت وولدين مثلا، بنت وولدين، فراح يكونوا كلهم باللون الأبيض، الابنة والابن الأول والابن الثاني كلهم رح يكونوا أبيض. ليش أبيض؟ لأنه هاي الصفة المتناحية. طبعا أنا رح أعمل مفتاح عشان يعرفوه، بحكي لهم إذا كان الشكل أبيض يعني مش ملون
هذا بكون صفة متناحية اللي هو خط شعر مستقيم، تمام؟ أما إذا كان الشكل مثلا هكذا لونته، هذا بكون خط شعر منحني، بما أنه ولا واحد عنده هذا الشكل الملون، إذا جميع الأفراد رح يكونوا بيحملوا الصفة المتناحية، الصفة المتناحية اللي هو الخط الشعر المستقيم. ماذا يمكن أن نسمي هذا المخطط؟ يسمى هذا المخطط يا ثامن بسجل النسب الوراثي. ما هو مفهوم سجل النسب الوراثي؟ من خلال اللي احنا شرحناه نستنتج يا ثامن أن سجل النسب الوراثي هو عبارة عن مخطط يمثل جيلين أو أكثر، ويبين تاريخ صفة وراثية معينة. رسم المربع بدل على الذكر، ورسم الدائرة دائما فيه يدل على الأنثى. الحصة الجاية إن شاء الله تعالى رح نشرح التقويم والتأمل، ونبدأ بلمحة سريعة عن المرض الوراثي. يعطيكم العافية.